بأهم الأنباء في حينها، ما زال كثيرون من الناس بل والعديد من الدول ينظرون إلى الرسوم المتحركة على أنها ليست إلا برامج تسلية وترفيه يستمتع بها الأطفال، في الوقت الذي نظر فيه الغرب إلى هذا الفن على انه صناعه ضخمه واهتم بها وفرض لها ميزانيات كبيره حتى اصبحت الان مصدرا من مصادر الدخل القومي للولايات المتحده الامريكيه فن الرسوم المتحركه ظهر في مصر منذ زمن بعيد فمصر هي صاحبه التجربه الاقدم في ذلك الفن فقد بدأ في العام 1935 على يد الايكوا فرانكل وهما شقيقان مصريان من جذور روسيه تمكن رغم محدوديه امكانياتهما التقنيه من انتاج العديد من الاعمال وترسيخ شخصيه كرتونيه مصريه باسم مشمش ولكن بعد ذلك توقف انتاج الرسوم المتحركه الى ان ظهر علي مهيب رائد الرسوم المتحركه في مصر والشرق الاوسط والذي اسس اول استوديو للرسوم المتحركه في الشرق الاوسط ويعتبر استوديو مهيب مدرسه دربت العديد من الكوادر في هذا المجال فارجع لحضراتكم مره تانيه مشاهدينا وزي ما قلنا في بدايه كلامنا مطلوب جدا ان احنا نهتم اكتر باطفالنا نقدم لهم كل الفرص المتاحه علشان يكون عندهم عقليه مستنيره متطوره مع كل وسائل التكنولوجيا الحديث وفي نفس الوقت عندها القيم والمبادئ الاساسيه اللي تقدر من خلالها تبني حياتها ومستقبلها بفكر سليم ووعي دائم باذن الله زي ما بقول دايما وسائل الجذب مهمه جدا بالنسبه للاطفال، وسائل الاعلام لابد ان هي تركز على كل ما يجذب الطفل لتقديم المعلومه بشكل مبسط وفي نفس الوقت يكون مركز لتقديم رساله بالنسبه للطفل المصري، ازاي بتساهم الرسوم المتحركه النهارده في هذا الموضوع في ظل التطور الكبير اللي بتشهده وسائل الاتصال بشكل مختلف، ازاي يكون ليها الدور الايجابي النهارده في ظل يعني محاوله نشر افكار لابد ان احنا نكون حريصين عليها جدا بالنسبه للطفل المصري خلونا نعرف ده من ضيفنا اللي مشرفنا النهارده اسمحوا لي ان انا برحب بالاستاذ الدكتور عيد عبد اللطيف رئيس قسم الرسوم المتحركه كليه الفنون جامعه المنيا اهلا بحضرتك يا فندم منورنا وصباح الخير صباح الخير دكتور خليني اقول الرسوم المتحركه كلنا بنحبها وكلنا كنا بنتعلق بيها وعلى طول اول ما كانت يعني في فيلم الرسوم المتحركه يظهر في التلفزيون كلنا نشوفها ونهتم بيها بشكل كبير. صحيح. هل زالت الرسوم المتحركه حضرتك بترى انها بنفس الاهميه بالنسبه للطفل المصري زي بدايتها ولا اختلفت مع اختلاف الوسائل اللي موجوده دلوقتي؟ طبعا هو سؤال مهم جدا لانه هو كمان بيحدد اولويات الرساله الاعلاميه بشكل عام. تمام يعني حضرتك كتير من الاخصائيين والباحثين تعرضوا لهذه القضيه وعملوا مجموعه احصائيات وارقام يعني منها مثلا نسبه المشاهده دمين. يعني عدد ساعات المشاهده للمواد الاعلاميه المقدمه للطفل احتلت في الحقيقه الرسوم المتحركه المرتبه الاولى بنسبه 97% في السن من 2% آه لست سنين وتبدا تتدرج لغايه 45% حتى لغايه 14 سنه. ده كان تبع ايه يا فندم؟ هل ده كان استبيان ام به الجامعه ولا كان آه يعني عباره عن ايه بالظبط؟ هي مجموعه من الابحاث <applause> وجاها عدد من الباحثين سواء في في جامعه عندها في كليه هناك في كليه الفنون او في كليات واقسام الاعلام آه بمصر عموما يعني. تمام آه غير هناك احصائيات عالميه آه منها مثلا آه الاحصائيه الامريكيه اللي كانت بتقول انه نسبه تعرض الطفل للرسوم المتحركه بتصل لغايه 97% منها 95% مشاهد عنف طبعا وده كان حتى في عهد الرئيس السابق او الاسبق كلينتون امر بتحديد مواعيد او انواع ما يعرض على الطفل من مواد رسوم متحركه بما يمنع ظاهره العنف المستشريه في كل ما يقدم للطفل في هذه الفتره <applause> عايز ارجع بس عندنا في مصر هنا لانه ده دي مهمه جدا, جداً. انه عندنا نسبه التعرض للرسوم المتحركه بالفعل تصل الى اكثر من 85% <applause> بقول لحضرتك في الشرائح الاولى اللي هي الاخطر والاكثر تاثرا الاساس طبعا لانه انت عارف حضرتك زي حضرتك تفضلت وقلت في المقدمه الرائعه اللي عملتيها انه النقش على التعليم في الصغر التعليم في الصغر, في الصغر في النقش, النقش على الحجر او في قول اخر احد قال يعني قالوا احد الفلاسفه ان البهل قد يتاثر صحيح. ولكن الطفل يمتص صحيح يعني يعني كالاسفنجة بالظبط يعني يمتص كل ما يقدم صحيح. بدون اي فلتر بدون اي مصفى <applause> وتلقائيا بي بيعيده بالظبط وبيكرره يعني بيبقى اداؤه متركز على اللي هو شايفه هو بيمر بعدة مراحل حضرتك من التشبه والمحاكاة يعني يعني حتى في علماء الفسيولوجي رصدوا تأثيرات كهرومغناطيسية على الطفل انه وهو بيبقى اثناء المشاهدة بيقلد حركات الشخصية اللي قدامه طبعا حاله ما يقدم سواء عنف او غير عنف. صحيح. برضه هرجع تاني لمصر بعد اذن حضرتك. اه إنه طبعا بالفعل... ده اساسنا. اه اه يعني فعلا قضيه خطيره جدا 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 وهنا يعني اسمحي لي اوجه دعوه لكل المسؤولين لو حد في الصف بيش بيشوفنا دلوقتي انه هناك اهمال شديد لاخطر ما يمكن واهم ما يمكن تقديمه آه للمجتمع المصري. وهو انشاء طفل صالح. ينتمي الى هذا البلد يعني خذ بال حضرتك ان احنا عندنا القضيه الاولى والرئيسيه مم. مع احترام لكل <applause> يعني الوازع الديني والثقافي والاجتماعي كل حاجة. لكن صحيح. تحتل قضيه الانتماء القضيه الاولى والمعاناه الاولى الذي نعاني منها الان النهارده حضرتك لما تسأل شاب عنده 16 17 سنه انت حلمك ايه في اوروبا يهاجر يعني يجل يعني او يهاجر لاي بلد جديده سواء كان نيوزيلندا او استراليا او امريكا مم. او كندا الى اخره لكن انه يفضل في البلد ويعاني يعني حتى تلامذتي لما أقول يا دكتور يعني ما تسافرش قلت لهم لا سافروا وتعلموا بس ارجعوا تاني وتفيدوا هذه البلد اللي ليها فضل عليكم واللي كانت سبب في, في, في انشائكم هذه النشأه فهو في الحقيقه قضيه الانتماء لابد أن تحتل المرتبه الاولى في قضايا مناقشه ما يقدم للطفل لان حضرتك قلتي تشكيل وعي الطفل بعيد ان هناك جوانب اخرى لعلماء النفس والاجتماع هي منظومه يعني. متكامله كلها بتؤثر لكن كل حاجه ليها دورها يعني خلينا اقول حضرتك زي ما قلت ان احنا للاسف الشديد بقى عندنا اهمال الى أه حد كبير ومش هنقدر لازم نواجه يعني مشكلاتنا عشان نقدر نحلها الرسوم المتحركه تحديدا اللي بنتكلم عنها النهارده هل لا زالت ادواتها موجوده بنفس الكيفيه اللي بتتيح الفرصه؟ احنا شفنا زمان بابسط الحاجات كان عندنا حتى هنا في, م في هذا المبنى العريق مم. مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون قسم الرسوم المتحركه اللي قدم للعالم العربي كله العديد من الاعمال اللي التفت حولها الشعوب العربيه، هل حضرتك شايف ان احنا لا حتى الان بنفتقر لادوات معينه عشان نستمر في هذه الصوره وبهذا التاثير بنفس القدر اللي كان موجود؟ هو في محاور لإنتاج الرسوم المتحركة، تبدأ بالفكرة الأول. <applause> وهناك في المجال ده في الحقيقة يعني عايز أقول حضرتك جفاف شديد جدا فيما يقدم من أدب للطفل. <applause> يعني كان لغاية فترة نهاية الستينات كان هناك إنتاج غزير للطفل. بدأ يقل حتى نضب تماما. يعني ما دماش... في الأفكار وفي الكتابة بالنسبة الكتابة الكتابة عموما للطفل والأفكار طبعا. فوقفنا دلوقتي على الاستيراد وعمل مستنسخات فيما يقدم للطفل من الغرب و <applause> وتنصيره بشكل للاسف يعني بعيد عن الاحترافيه فأصبحت الفكره مشوهه يعني <applause> يعني بتعيش في مجتمع غريب بس لغايه قريب يعني كان بكر مثلا على سبيل المثال هو بكار كمان في كان في مشكله في الحقيقه <applause> يمكن كتير مش معين باعتبار انه احنا عشنا وتفاعلنا معاه كلنا طبعا <applause> دكتوره منى ابو النصر الله يرحمها طبعا يعني, يعني, قدمت سلسله من الاعمال حقيقي. آه الخاصه بالطفل وخصوصا في نموذج زي بكار ايه اللي كان بيفتقر اليه من وجهه نظر حضرتك؟ حد شوف حضرتك هو طبعا انه انه اولا بكار آه جاي من مجتمع النوبه هو مجتمع آه خاص جدا زي ما حضرتك عارفه تمام وبيعد ان هو مجتمع مغلق الى حد كبير <applause> فالعادات والتقاليد واللغه غير معروفه بشكل كبير جدا لباقي شرائح المجتمع المصري وثقافاته المتعدده. دمين. فحتى باختفاء بكر ما حصلناش في يعني ما كانش في فجوه كبيره حصلت يعني ما حصل افتقدناهوش. لانه كان اللهجه والعادات والبيئه اللي كان بيعيشها بكر بعيده شويه عن معظم بيئات الطفل المصري في ربوع مصر كلها. مه. فبقى في غربه برضو الى حد كبير. لكن لو انا وده مشكله الرسوم المتحركه في مصر في الحقيقه ان احنا حتى الان لم نستطع خلق شخصيه يلتف عليها كل شرائح المجتمع المصري ومكوناته الاجتماعيه والثقافيه مسؤوليه مين برضو يا دكتور اسمح لي يعني عندنا المتخصصين من الكليات الفنية، فنون التطبيقية بأقسامها، وكليات يعني الأقسام التابعة لها بشكل كبير. هذه مسؤولية مين؟ مين اللي عليه إنه هو يبرز هذه الرسوم بشكل كافي؟ ويتيح ليها الفرصة أنها تظهر للطفل المصري طبعا <applause> يعني هي مشكلة متضامنة في الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت لكن بالنسبة لكليات الفنون احنا ما عندناش القسم رسوم متحركة في كلية فنون جميلة واحدة بس, فن. بس فن. القسم اللي أنا أو. بشرف يعني بأن أنا بتولى مهمته وكانت فكرتي في الحقيقة فكرة إنشاء قسم رسوم متحركة في الكلية هناك مه. وكان مشروع العمر يعني الحمد لله تحقق وبينتج أكثر من 120 فنان رسوم متحركة كل سنة. آه. طبعا هو ده مش كفايه لكن م -م. انا قلت لحضرتك على ما انتاج رسوم المتحركه كان اولها الفكره والفكره هنا في الحقيقه برضو يعني مش مسؤوليه فنانين الرسوم المتحركه بس الفكره مسؤولين عن ثقافه وفنون الزقافة. واداب الطفل بشكل عام صحيح. وده بالفعل لازم تكون كمان يعني لو نعمل زي مؤتمر مهمته الوحيده هو خلق شخصيه مصريه التف عليها كل مكونات المجتمع المصري هتبقى هيبقى انجاز عظيم جدا ان احنا نبدا بده الاول <applause> ادوات انتاج الرسوم المتحركه اصبحت اسهل بكثير النهارده الفيلم الارشيف اللي اتفرجنا عليه شفنا حجم المعاناه اللي كانت بتتم الانتاج صحيح ثانيه واحده مش دقيقه يعني ده كان فريم فريم 25 صوره بيتم تلوينها باليد ورسمها باليد وتحريكها باليد وتصويرها باليد صحيح النهارده بقى عندنا من برامج الرسوم المتحركه والكمبيوتر اللي كان اللي ممكن أعمله في سنة دلوقتي ممكن أعمله في شهر وأحياناً في بعض البرامج أسبوع واحد صحيح. فقضية إنتاج الرسوم المتحركة تقنياً وفنياً وإنتاجياً تكلفة يعني وزمنياً وقت كلها اصبحت متاحه جدا ومختصره جدا وعندنا الكوادر اللي تعملها والتكنولوجي اللي تدخل يعني الاول زي ما حضرتك فضلت وقلت يعني كان آه الـ الـ الابداع في ان احنا بناخدها لقطه لقطه بتصوير بي بي النهارده اعتقد مع البرامج آه السوفت وير في الـ في الكمبيوتر اعتقد ان الموضوع اختلف بقى يعني في طفره كبيره جدا صحيح في انتاج الرسوم المتحركه الى اي مدى ده بيتم استغلاله بشكل او باخر هنا بالنسبه للطفل المصري. هو طبعا تفضل قضيه الانتاج محتاجه دعم برضه عشان نلم كل ده مع بعضه زي ما قلت لحضرتك القضيه الاول تبدا بمؤتمر يشارك فيه كل القائمين على ثقافه الطفل واداب الطفل زي ما قلت لحضرتك ونطلع من هذا المؤتمر بشخصيه نتفق عليها كلنا ان هذه هي الامثل لجذب الطفل المصري بكل شرائحه ومكوناته الثقافيه المختلفه. <applause> انتاج هذه الشخصيه في سلسله من افلام الرسوم المتحركه لن تكون مشكله على الاطلاق ولكن تحتاج الى دعم وبرده مؤسسي دعم حكومي حتى لا تتدخل فيها قضيه الانتاج الخاص اللي في الاخر هيبقى هدفه الاول الربح على حساب قيم ومبادئ كثيره جدا. ارتباط الطفل المصري النهارده ببعض القنوات اللي بتزيع على مدار ال 24 ساعه افلام كرتونيه رسوم متحركه بيكون ليها دلوقتي للاسف الشديد تلاقي الطفل هو المتحكم في اختيار القناه او الشاشه اللي بيشوفها الاسره كلها لان الشاشه دي هي عنصر الجذب بالنسبه له. يعني خلينا نكون اوضح يعني بالتاكيد هم قناتين عربيتين في الحقيقه هي قناه عالميه ولكن معربه من خلال دولتين في الخليج هم اللي بيتموا بس الرسوم المتحركه على مدار ال 24 ساعه. تمام <applause> مشكله هذه القنوات ايه يا حضرتك؟ ان دلوقتي انا كشركات توزيع بيبقى عندي زي باكج كده صندوق مليان مجموعه من الافلام وعدد ساعات م -م. انا عايز أمن عدد ساعات العرض دي ل 24 ساعه. تمام ما يهمنيش قوي المحتوى او او المضمون لهذه المواد اللي هي في منتهى الخطوره. لا يعني انا اعتقد ان المضمون بيكون يعني واضح والمضمون لا مش مش بيكون بشكل عشوائي، لا هي يعني مقصوده بشكل او باخر، وعلشان كده احنا كمان مطلوب ان يكون عندنا مضمون مواجه لهذه الافكار يعني انت حضرتك مفيش حاجه بيتم انتاجها يا دكتور من غير ما يكون ليها هدف لا انا بتكلم حضرتك حاجه بتوزع من غير ما يكون ليها مقصد صحيح بشكل او باخر كلام حضرتك مظبوط جدا، لكن انا مش بتكلم على الجهه المنتجه م -م. او الموزعه، انا بتكلم على الجهه المستقطبه لهذه المواد وعرضها <applause> يعني أنا بتكلم هنا على القنوات <applause> العربية هي نفسها هي كلها يعني دايرة واحدة طيب يعني مش عايزين إيه؟ <applause> يعني نقول <تصفيق> <تصفيق> لا خلينا نواجه دوت ونحس بأهميته لسبب بسيط <applause> أنا لما أحس إن أنا لابد إن أنا أواجه ده بفكر مصري عربي سليم بفكر يواجه أو بي بيزرع قيم ومبادئ معينه في نفوس الطفل انا ههتم بشكل اكتر هوفر الاليات <applause> اللي حضرتك بتقول عليها علشان يكون عندي نوع من التاثير الاكثر على ابنائي وعلى اطفالي بحيث ان هم يكون عندهم تشبع بافكار معينه هاي فندم انا بس عايز اكمل الفكره انه يعني أنا أحد أبحاثي عملتها عن الرسوم مسلسلات الرسوم المتحركة العربية تمام والهوية القومية مقدمة للطفل والهوية القومية مهم جدا ورصدت في الحقيقة تقريبا حوالي من 24 دولة عربية أنتجت بالفعل رسوم متحركة خاصة يعني بشخصياتها هي للطفل من أول المغرب لغاية الخليج وحتى يعني العراق والشام كان ليها نصيب في الدراسة زي الأردن والعراق ولبنان وسوريا في عندنا كل دول الخليج يعني ما فيش دولة ما أتجدش رسوم متحركة رسوم متحركة الخاصة بها هي بشخصياتها الخاصة أو القومية بتاعتها يعني كل ده بحثا عن ربط الطفل بهويته الأصلية هو القومية بتاعته تمام. احنا هنا سايبينه فريسة لكل هذه الهويات يعني مم. يعني هو تخيل حضرتك بقى بنستقبل كل دول مع بعض بالاضافه الى هويات غريبه جدا وزي ما قلت لحضرتك بمخطط مدروس مم. لافساد وتوجيه هذا الانتماء الى جهات غير قوميه وغير وطنيه بشكل او باخر اسمح لي يعني احنا دايما بنقول في الفتره الحاليه ان انا محتاجه ان انا يكون عندي كل شيء ممنهج وبيتم دراسته بشكل علمي نعم. حضرتك قمت ببحث وتوصلت فيه لنتائج طبعًا. واي بحث لازم يبقى فيه توصيات طبعًا. وهنا انا مش عايزه التوصيات تكون مجرد افكار بيتم طرحها وخلاص ولكن هي نوع من الاليه اللي يجب تنفيذها بادواتها بامكانيه تنفيذ هذه الادوات بشكل او باخر هل ده بيتم حتى الان يعني وصلنا للمرحله دي في مؤسساتنا البحثيه وابحاثنا اللي بنقوم بيها ولا احنا بنعرض افكار ربما تكون مجرد توصيات يأخذ موا... بها أو لا يؤخذ بها ده هي التوصيات دي حضرتك بتصادف في الآخر بواقع تنفيذ اللي مرتبط بمؤسسات يعني عايز أقول حضرتك حكومية يعني لابد من تبني هذه الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع وخصوصا أنها مش مكلفة على الإطلاق يعني الحالة الوصل اللي حضرتك تفضلت واشرتي إليها دلوقتي مفقودة تماما ما بين قاعدة البحث العلمي وما بين تطبيق هذه الافكار والابحاث الى واقع ملموس على الارض. طبعا ال ال الوصله دي لابد من انشاء مؤسسه خاصه تتبنى عمليه بناء هذا الجسر يعني بين ال يعني الحقيقه ده شيء يدعو الى الحيره شويه، يعني ما. انا وانا بتكلم النهارده ان احنا بنعمل مؤتمر بنستضيف فيه علمائنا ومفكرين من الخارج علشان نستفيد من ابحاثهم العلميه واعتقد ان احنا هنا كمان عندنا في مختلف المجالات عقول يعني بحثيه كبيره جدا من خلال مؤسساتنا البحثيه وجامعاتنا المصريه اعتقد ان يعني محتاجين ان احنا نسمع او نتاكد ان الفجوه دي راحت محتاجين ان كل بحث او كل قيمه علميه يتم دراستها محدش قال ان لازم كل حاجه تتنفذ بس على الاقل يبقى في دراسه ليها ربما فكره بسيطه بادوات بسيطه يكون ليها تاثير كبير جدا على المجتمع. ما زال حتى الان هناك ارتباط يا دكتور بالرسوم المتحركه حتى لما بنشوف عرض لمسلسل بقى عنصر جذب حتى لكبار نجومنا شفنا الفنان الكبير يحيى الفخراني خراني طبعا. وهو م. بيقدم حتى الفنان الكوميدي المحبوب محمد هنيدي وهو م. بيشارك دي كلها عناصر جذب بالنسبه للمشاهد وبالنسبه للطفل كمان. والله وقد كن... دي اللي ينقصها النهارده عشان يكون عندي شخصيه مصريه يرتبط بيها الطفل المصري يعني مثلا مثال زي ده بنصدم برضو تاني بقضيه الانتاج والتمويل مم. يعني نجم بحجم يحيى الفخراني او 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 محمد هنيدي و... والله الجمله اللي هيشاركوا من غير من غير فلوس عشان يقدموا عمل وطني انا واثقه وانا على يقين ان هم كلهم على استعداد طيب يعني انا انا دلوقتي عم. من خلال حضرتك بعمل دعوه عندي فكره لمسلسل يعني اعتقد انه قد يكون في بعض الحلول لبعض قضايانا واهمها بشتغل على قضيه الانتماء لانه انا شايف انه واحنا بصدد يعني محاربه فكر زي فكر الارهابي تمام اللي موجود ويعني الحلس الحدث المؤسف في الكنيسه البطرسيه اللي حصل تمام خلينا نسال سؤال ونكون جادين فيه هل بالفعل كان هناك اهتمام كافي بالطفل؟ انا عايز اقول لحضرتك على قضيه بعاني منها تقريبا يوميا لما حد بيسالني بيقول لي بتشتغل ايه بقول له بشتغل في مجال رسوم متحركه وثقافه الطفل والطفل يعني انت بتعمل شغل للطفل قلت له اه فبقول الله طب ما كملتش تعليمك ليه يعني يعني انتوا ما زالت هذه النظره يعني يعني <applause> زي دكتور اطفال طب ليه <applause> يعني ما كملش تعليمه انت فاهم حضرتك يعني يا اخوانا ده دي اهم فئه عمريه <applause> انا هقول لحضرتك مثال بس يمكن غربي لكنه كان ناجح جدا. مم. ألمانيا على سبيل المثال يمكن دي البلد اللي عشت فيها يعني أكثر من 15 مم. سنة واكتشفت إن هم في فترة مبكرة جدا تنبهوا للمسألة دي. في سنة 68 وأنت عارف ألمانيا حضرتك سنة 45 كانت عبارة عن كتلة طبعاً. من الرماد أوه. ما كانش فيها بيت واحد سليم. صحيح ما بيت لكن واحد فين قائمة. النهاردة ألمانيا؟ بالظبط. ففعلا قالوا طيب إحنا عايزين الوازع القومي ده يزيد وقوة الانتماء تزيد. فتلاقوا انه شخصيه زي شخصيه ميكي ماوس جارفه وهتعمل حاله من الارتباك عند الطفل الالماني وتوجه انتمائه الى الى هذا إلى هذه القوميه او تمام. هذا المجتمع فقالوا طب ما نعمل الفار بتاعنا مم. وبالفعل عملوا برنامج اسمه مع الفار اسمه كده مع الفار ما سموش الفار عشان ما يبقاش ده فار بس اسمه كذا اي اسم تاني مش فار مم. لا يبقى اي واحد فينا هو يتقمص هذه الشخصيه وفي الحقيقه مع الوقت بقى له صاحبه بطه والتاني فيل. عملوا مجموعه مختلفه تماما تضاهي ميكي تقاوم، مغوز. خلينا نقول آه. مش تضاهي تقاوم آه. وبالفعل لا يوجد من اول المستشاره الالمانيه ميركل ونزولا لغايه سن الثلاث سنين لم يبني ثقافته من خلال هذا البرنامج. ده كان عباره عن مجله تلفزيونيه مم. فيها اجزاء فيها الجزء التسجيلي فيها الجزء الترفيهي تمام. فيها الجزء الابداعي فيها الجزء الروائي انا عارف ان تقريبا وقتنا خلص لا احنا مع بعض مش مشكله لكن عايز اقول لحضرتك ان هذا النموذج طب احنا, احنا يعني احنا نفسنا كتلفزيون وكشاشه تلفزيون المصري اعتقد ان احنا لابد ان احنا نعترف احنا في احتياج ان احنا نطور من برامجنا تجاه الطفل المصري لكن ربما يكون بينقصنا برضو بعض الادوات زي ما حركت تفضلت وقلت محتاجين ان احنا يكون عندنا النموذج ده النموذج اللي هستخدم كلمه حركنا نقاوم بيه هذا التيار الجارف اللي يعني بيستهدف اطفالنا بان انا اربيه على فكره مستنير لكن محتاجه ان انا اوفر للطفل ده عشان اقول له سيب الحاجات اللي انت بتشوفها دي لازم تكون على نفس الدرجة من الجودة على نفس الدرجة من عناصر الجذب بالنسبة له قادرة على التخاطب معاه بفكر متطور وفي نفس الوقت بفكر بسيط لا. فين ده؟ هذا لا ينقصنا على الإطلاق أنا هذا الحقيقة كان في نموذج أنا أسف أن أنا هتكلم عن نفسي فيه بقى عذرا يعني لكنه أنا أنتجت مسلسل اسمه دودو دو 30 حلقة ده في الحقيقة كان مع القناة الأولى المصرية و طالما مع التلفزيون المصري حضرتك اتكلمت عليه براحتك عشان <applause> <applause> كده <كما> قلت القناه الاولى <applause> المصريه وفي الحقيقه لم يشاهده طفل في مصر نعم شفت حضرتك بقى ليه؟ لانه كان هناك اصرار من الاداره وقتها الكلام ده كان في 2005 2006 ان يتم عرضه الساعه العاشره صباحا يوميا تخيل حضرتك اللي شافه؟ كل الاطفال المصريين اللي موجودين في كندا وامريكا واستراليا عشان يعني الوقت ده بالنسبه لهم بيبقى بالظبط هو هو بالظبط وقت عرض ولم يعرض حتى الان هذا المسلسل في توقيت يسمح لـ لـ المسلسل اقول لحضرتك مين اللي كاتبه الاستاذ آه شوقي حجاب يعني طبعا شاعرنا الكبير, الكبير طبعا الشاعر الكبير وهو شاعر الطفل واديب للطفل مم. يعني وكانت الرسومات كان عباره عن كتاب بتصدره آه الهيئه العامه للاستعلامات وفي الحقيقه انا حاولته لمجموعه حلقات بس. يعني كان كل قصه عباره عن حلقه 30 حلقه في الحقيقه كلها بتتكلم عن قضايا الانتماء قضايا ثقافيه احيانا توعيه قيم اخلاقيه كل حلقه ليها نفس المسمى واعتقد لم تنقص على الاطلاق هذه الاثاره وهذه المتعه يعني حسب يعني يعني راي المتواضع في شغلي يعني طبعا الحكم الجمهور لكن بقول لحضرتك لم ياخذ فرصته حتى الان في توقيت العرض حتى يكون هناك تقييم حقيقي صحيح. للتجربه. ادي واحده يعني من يعني اعتقد ان احنا كمان عندنا قنواتنا المتخصصه التابعه لاتحاد الاذاعه والتلفزيون قناه الاسره والطفل يعني اعتقد ان هي ليها دور كبير جدا في هذا الموضوع ان شاء الله يعني تستطيع ان هي تقوم بهذا الدور بشكل اكثر يمكن لما يكون في تخصص شويه او في قنوات متخصصه في مخاطبه الطفل زي ما اقول لحضرتك ده هو ده بيبقى عنصر جذب بالنسبه للطفل بيرتبط حتى بالشاشه دي وبيفرضها على باقي افراد هو الاسره بيصحيهم ده بالضبط انهم بيفرد ده. عليهم لا ان لا انا عايزه اشوف القناه دي ومحدش بيقدر ان هو يعني يرفض طلبهم بتمنى ان ده يحصل في الفتره الحاليه لان احنا في اشد الاحتياج اليه في اشد الاحتياج ان احنا نركز على فكر وعقليه الطفل المصري من وهو صغير لانه بدا يتلقى احنا بنشوف الاطفال وهم لسه سنتين ماسكين الموبايل بيفهموا فيه احسن مننا بكتير جدا لازم نخاطب الاطفال على قدر عقولهم والحمد لله عقولهم مستنيره جدا في الوقت الحالي بشكر حضرتك شكرا جزيلا اتفضل لو حضرتك عندك يعني هي تعليم. ستمنت صغيره جدا بالفعل هو نداء لكل المسؤولين وكل المشاهدين هناك لابد أن تكون هناك رقابة في المنازل يعني الأم والأب لابد أن يراقبوا ما يشاهده الطفل. صحيح. آه هناك رقابة لما يعرض على شاشتنا في, في التلفزيون. يعني في مؤسسة آه أو يعني. عندنا عندنا طبعاً. بخصوص المشاهدين طبعاً. والمستمعين. لا وعندنا الرقابة أيضاً. على والرقابة أيضاً البلد. لابد أن تعظم الرقابة التربوية. تمام. لأن هناك من الأفكار زي ما ما ينزع عننا وما يجردنا من هويتنا وبالتالي انتمائنا لهذا البلد. لو أنا تعاملت مع الطفل صح. هزرع في الرقابة الداخلية هو صحيح. هيبقى رقيب هيبقى رقيق نفسه رقيق على نفسه وهو اللي بالزبط. هيقدر ان هو بالزبط. يحكم عشان كده لابد ان انا اركز جدا على تشكيل عقليته من الصغر. بشكر حضرتك شكرا, جزيلا. شكرا جزيلا حزي الدكتور حزي عيد, عيد عبد اللطيف رئيس قسم الرسوم المتحركه كليه الفنون جامعه المنيا، نورتني يا فندم شكرا, شكرا, شكرا لحضرتك خلونا ناخد فاصل بعد الفاصل نرجع لحضراتكم